Parfois, il faut faire les revers. Le revers, quand il s'agit de faire un thème. Le karakiro, ولاو كيديروا لي فوكود قر 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 ربحنا الجيش الملكي ربحنا الجيش الملكي ربحنا الجيش الملكي جياس كجياس قر 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 المغرب 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 مروك مروك المخزن المخزن نهار كامل هما المخزن تهجم علينا المخزن كيبروفوكينا المخزن كيتامر علينا وكاشي يا ودي يا ودي والله ما عندكم الوجه اللي يحشم بالله والله ما عندكم الوجه اللي يحشم العالم كله كيشوف فيكم 60 عام وانتم مبرزتين المروك المروك اليوم وكتعايروا وكتسبوا وبغيتوا ديروه انا نعقل عليكم اش غادي نقول لكم راني درت واحد الفيديو قبيله سيروا شوفوها انا وصفتكم كيفاش كنتو دايرين وكيفاش كنتو عايشين واليوم واليوم كتقولوا المغرب كيتعدى علينا وكيهاجم علينا وكيستقوى باسرائيل واش بغيتينا نصاحبو معاك ونخليو اسرائيل نخليو اليهود اليهود اللي كيصوبوا الماء من الاكسجين ها اليهود صاحبي اليهود اليهود وما احلى اليهود الرجوله وفي المعقول وما خانوناش وما غدروناش كتقول لي خاوه خاوه انا نقول لكم خاوانا 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 وكاع المغرب اللي يقول لي خاوه والشعب الشقيق الله يشق لمو الراس ديالو وي جاريف كيدقوا في الباب لا بورت ديالي ها اذا شوف اي مغربي كيقول الشعب الشقيق راه راسو مشقوق فهمتي راه نتوما ما عانيتوش ما عانوا المغاربه معاهم وما كيعانيهم دابا من الذي سلط العداء على المغرب غير داك الشعب لو كان الشعب كان رافض العداء ضد المغرب كون الحكومه ديالهم ابوندونات كون راه علات يديها ومادام شافوا الشعب عاجبو الحال وفرحان ويهللو اش النظام ديالهم فرحان حتى هو كيوفر لهم المائده المفضله يبريفيري تجوعوا وتعطشوا وتعذبوا وتمحنوا ولكن ما تحيدليش كراهيه المغرب ما تحيدليش داك المخزن كلمه المخزن وكلمه المراركه ويجيب المؤامره والتصهين والمخدرات والدعاره ما خصك ما تحيدهاليش من الاعلام ديالك لا بغيتيه يبغيك غير جوعوا دوله العدس الواقع هو هذا واش حنا كنكذبوا المغاربه راه بوت نبتراهم هنايا الى يوم الدين شريك الاقاليم والله لا حلموا خداو منها تفر راه لا دابا بكر وي كونو سون با اون كار المغاربه بزاف غالطين كيقول حنا ما بغينا حرب راه حنا في حرب راه الجزائر تهاجم المغرب دولة القراقير كتهاجم المغرب من 75 هي تهاجم المغرب ودايره الغطاء ديال البوليزاريو دايره حرب بالوكاله وجابت حزب الله وكيحفروا الانفاق زعما باغيين يخرجوا وراء الجدار ها وراء الجدار كتسنى فيهم النار جابوا حزب الله وراهم كيفاش يتخباو من القصف الجوي في المخافر اي والله يخلي باباهم عايشين غير في الغيران والله يخلي باباهم عايشين غير في الانفاق سيادهم صحراء والحرار راهم عايشين في العيون والسماره وداخلهم برعين وعندهم الاسواق وعندهم الاسواق النموذجيه وعندهم المراكز التعليميه والمراكز الطبيه عندهم لو ان سي جي وليستا ولا فاكولتي ولي سونتر دو فورماسيون كيتفقهوا وهما 46 عام ما خرج منهم حتى فوتبولور ما خرج منهم لا بوكسور لا فوتبولور لا جيدوكا لا كاراتمان
النش خرجوا منهم غير هاو هاويست هاو هاو صحراء ما هي بحقهم احنا منو والله ما نديروا احنا هذا العالم بالخلقه والله احنا ما ندير وندير بالحق وبالحكه حكه منتينها والله ما نهينا احنا من حزن ما الملك من تعفوا من ديروا احنا نحن بالدشع بالجزائري من سانتنا ونديروا من تونس منا من ندير قرقر هذا الشيء اللي يخرج والصحراء في المغرب يقول لك نحن بخير وعلى خير وعاش الشعب المغربي وعاش العاشة جلالة الملك موفرنا كل شيء وتمشي عند الصحراوي يدير تيندو ويقول لك نحن بحكم ما احنا منو بالله العظيم الصحراء المغربية ما هو مغربية ما هي تاعنا ونحن نديوها بنحروها وبنديروا بها ونوصلوا نديروا حتى للرماد هاو 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 هادو هما البوليزاريو ديالي نهار كامل هما ينبحوا واللي في الصحراء منعمين كيلعبوا السيرف كيلعبوا البيتونك كيقصروا مع راسهم كيشدوا الشاريو كيدخلوا السوبر مارشي كيتقداو مع مولاي داروا انتخابات وداروا مكتب وداروا جماعات وداروا اقاليم وداروا مجالس وداروا مدارس والدراري نقيين وكيدخلوا يطلعوا لطنجة هنا راه كيجيو دوزوا لي فاكونس هنا في كازابلانكا مبرعين منعمين محترمين ملكيين مغاربه من اما هذوك اللي كاينين في تيندوف ديال بوخروبه ما حنا الهواري بوما ديال ما ننسى خيرو ما ننسى خيرو الهواري بوما ديال هواري بوما ديال اعز الرجال المسطاش والشمه نحنا الصخره من تاعنا عطاتها لك امك الصحراء ولا باك بس مين كانوا السبانيول تماك فين كنتم عمي كانوا السبانيول فين كان بوخروبا وفين كان القدافي ها هو كل شيء مات تشافيز فيدال كاسترو بوتفليقة قدافي مات في قادوس حدا الطوبات بوخروبا مات مرهوج راه جينو صحابو وعمارة دابا كيدور وشاد البولا ديالو كيدور من مدينة لمدينة صباط وحفا وضرب ديك الكاباردين طويلة عليه وفيز تاع عوجة هذوك الفيستا انا راه كنعطيهم المول النخال اللي كيلبسوا مع مامره دوك الفيستا دوك والله الا دوك الفيستا دوك الكوستيمات اللي كيلبس العمامره وحق الله العظيم عندي منهم الالاف راه عطيتهم المول النخاله والله لا لبسهم شحال واحد يقول لي لبس انا كنت كنلبس كوستيم داك الكوستيم اللي لابسوا هذوك اللي لابسوا العمامره وفيستا طويله عليه والمول شابطني ليه يديه ما تبانش يديه منها فيستا منها ليغون مشروكتيه صباعو مع الفيستا وزير قال لك وزير الخارجيه واريز خارج عليهم وزير خارج عليهم وزادوا كملوها قال داروا وزير خاص مبعوث خاص بالصحراء وبالارض وكيقول لك حنا ليست لنا لسنا طرف اعلم اخونا احنا لسنا طرف في القضيه لسنا طرف فالمشكل بين البوليزاريو والمغرب وراء القضيه انت هو مولاها راه ماشي طرف ماشي طرف 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 صغير انت الطرف الكبير حتى هو مولاها فهمتي بغينا ديك الصحراوه زعما اللي كاينين تماك اللي هما رجاله ويعيقوا ولكن انا نقول لكم علاش باقي نففتين دوف واحد لا بارتي اللي باقيه تماك انا كنقول لكم عندي اللي علم اليقين والخبره ديالي والتجربه ديالي هادوك اللي باقيين في تيندوف هادوك دي غاطي ودي فينيون واللي ما يقدروش يخدموا واللي ما يقدروش يفكروا وما يقدروا يديروا حتى انجاز هادوك الاخرين اللي لقاو قاويس ليها كي تجي تهضر معاه تقول ليه ما تشير الوطن غفور الرحيم يسولوا صحفي وجده يقول ليه يلا كيقول ليه ان كيدير ليه 3 2 1 0 هضر الكاميرا نحن العزانة ثاني ما ثاني نحن من هنا بالعرض بحقه ما احنا خارجين من هنا من حقه بالشعرب كان هنايا والهواري بومدين كان من هزيم رحم الله وكذابي نحن بالعرض كان احنا ما بنعرف ملك المغرب ملك المغرب ما نعرف بالمغرب ما عندنا علاقة بالمغرب ضربونا بالنباس تقبلونا بناتنا تقبلونا لينا نحن بنخلي ونخلي ندير نحن ما نبغوا ماكلتهم ما نبغوا سوبر مارشي تاعهم ما نبغوا ماكلتهم ما نبغوا لحمهم ما نبغوا خيرهم نحن بخيرنا هنا نحن بنخرى في العرض ونتفي الخريطة تاعنا نحن ما عندناش مرحات هنا وعندنا العز والكرامة عندنا النيف هنا في تندوف ما عندناش واد حار عندنا عزة النفس
مخيم. لا نزول الكرامه هنا. نحن ما نقولوا صحراوي بين دعا صحراهم في الدلول بيبوسوا اليدين. الدرس اللي كيقراوه تماك هو نفس الدرس، يسبوا المغرب. تضرب على المغرب يقول نحن المغاربه مدلولين، هم عبيد عندنا الملك، هم عبيد بس بقاو يبوسوا في اليدين، ما راهم عبيد. ودوك الغلاضات كلهم غلاضات بالقص موجود موجود عندهم. الرومبوان ديال باشكو، الرومبوان ديال راسهم كيراس صخرة النمر وكرشهم خارجة. ما تعرفهم واش نحن من حجم كلمة إيمانتي، نحن من حجم الراية تاعنا، من حرم بلادنا، حنا ناكلوا في الملاكية، لا الجمهورية، الجنوعية، الشيوعية، البيجوية. نحن من هي ملعومة بحق وما احنا خارجين. احنا قصرين معاكم مزيان والله، غير فوجتوا علينا بالله، زعما فوجتوا علينا. وهذوك الصحراء وهذوك اللي غاطين اللي زاقلين حياتهم ومضيعينها كامله، اللي ما يعرف لا يخدم ما عنده صنعه ما والو، جاب لي الله هذوك الخرازة الكوانب نتاع الخراقير وموكلينهم ومشر في راسكم. واحد القضيه نعطيكم واحد الخبر، هناك افراد من البوليزاريو يتخلصوا من المغرب ويتخلصوا من الصبانين ويتخلصوا من القراقير، وفي الاخر يجيبوا حب وتبن غير يدخلوا المغرب يديروا مشاريع. الوطن غفور رحيم، نهار اللي لقى الغفله يبات ما يصبح. يقول لي بحقه ما احنا منه، حقو ما احنا من حقو نحرر البلاد، تحرر البلاد، اش تحرر بلاد تاع مك وتاع باك عطاها لك. ها جا دار لك في ودنك بوخ الروبا وبقيتيش، مات بوخ الروبا والقدافي ماتوا، فيدل كاسترو مات، غورباتشوف مات، لوند بريجنيف مات، والشيوعيه مشات. بوتين دابا كيركب في العود وكيلعب الجولف وكيلعب التنس وكيتسارى مع راسو وكيضرب في الكافيار، وانت بارك عايش باقي عايش على الاحلام ديال الشيوعيه وديال السواسيه وديال العدس. كيتباع واش كان شي بلاد كيتباع في العدس فيها 50 كيلو غادي نديها للصومال؟ راه دابا الصومال مابقاوش كيديروا هذه القضيه هذه. ويجي الجيريان قراقيرو يعايرك يقول لك انتم ديتوا الصحراء تاع الناس، هذوك شكون هما هاد الناس؟ يقول لك انتم على بالي انتم راه اليوطي، اليوطي هو اللي صاوب. قلت اش من اليوطي؟ انت في اليوطي، انت فين كنتي؟ تهضر معاه، تهضر معاه يجبد لك، يجبد لك يوغورطه. ولينا نسمعوا يوغورطه، يوغور كنا كنسمعوا بياغورط في المغرب، واحد دانون عقلتي على ياغور اللي كان عندنا، كان عندنا ياغورط في الحانوت في بلاد القراقير. الا مشيتي عند الحانوت، مول الحانوت، وتقول لي اعطيني ديك الحاجه، يشير عليك بكيلو، يضربك للراس، يقول لك ما تبقاش تقول لي اعطيني، خصك تسولني واش كاين. عندهم هما اش كاين يعلم الله اش كاين، اش كاين اش كاين يعلم الله اش كاين، اش كاين اش كاين يعلم الله اش كاين، واش كاين العدس يعلم الله اش كاين، واش كاين اللوبيا يعلم الله اش كاين، اش كاين اش كاين يعلم الله كاين، واش كاين السميده هذوك نهرس عليك ميده، اش كاين واش كاين واش كاين الزيت. سيري أميرة حيدر سراق الزيت كتبرع على ظهركم في لوتيل 5 ايطوال السويت، كتبات ب 11 مليون ليله وحده، وكتمشي لي كغون ريستورون ديال نيويورك، وكتعشى مع لي ملياردير. وبالطوش باش تعرف المغاربه حاكمين فيكم، هذه مغربيه مروكيه، مروكيه عايشه بدراهم الجزائر، دراهم القراقير، وكيحسبوا راسهم مطورين. انت مطور بالطوش قال لك شدو كورونا ما هم وحيدوا ليه ناظر من هنا، ركبوا ليه بروتيز هنايا بندروه مع البندير بالحاج درون ديال عمي ترامب، فهمت؟ دابا بطوش مشى يتعالج في اسبانيا، في اسبانيا كثر من الامير، كثر من الملك، مشى في الطياره خاصه وتابعينه جوج طائرات حربيه منا ومنهم اسكورتيونو الصخور، وغادي يتعالج في اسبانيا. وداروه في اسبانيا وبدلوا ليه الجنسيه وبدلوا ليه الاوراق وبدلوا ليه الوجه، وداروه وجه دبلوماسي، وردوه شهب بوكسوه ولا داير بحال
بحال بون نيومان داخل بحال بون نيومان بالطوش اللي اللون ديالو خراوي ولا داخل بحال بون نيومان داخل لوبيتال. واش داروا معاه؟ خسروا عليه الفلوس وكملوها وكي ناضت الزقا جابوا الطياره من المستشفى ب 500 مليون جوج سوايع من اسبانيا لعنجه. وكي مشى لعنجه مشى يطلع عليه الرئيس دوزيام لان عندهم الروندا هما ديما جوج رؤساء، رئيس تاع الصحراء ورئيس تاع الجيري مراديه، الوزير تاع الصحراء الوزير تاع الجيري، عندهم كل حاجه، عندهم الروندات كلهم روندات كلهم. مشاو طلعوا عليه بحال شي ملك، طلعوا عليه وكيقولوا لي على سلامتك وكذا وكذا. شوف النجا وجات حتى لي طاماجور كومبليت، جا شنقريحه والجروب كاع معاه وجا معاه حاشاكم عزكم الله فهمت، جا جا وقال لهم راه غادي ترجع وغادي ديروا وغادي حنا كنتسناو بيك وداك الشيء. والشعب كيضرب على القرايه ديال الاكسجين وكيضرب على الحليب الصباح جوج شكاير حليب وكيقول لك الدجاج غالي عليا، ولاو كياكلوا الرجلين تاع الدجاج. هنا تعطيه هنا انا يقبضوك تعطيه الرجلين ديال الدجاج للكلب ولا للمش يديوك للحبس. هنا في المروك كتقولوا المروك الرجلين ديال الدجاج، قال لك نصدروا الرجلين ديال الدجاج. ومؤخرا سمعت بهم قال لك كيصدروا لا كاركاس تاع الببوش مطلوبه، لا كاركاس تاع الببوش حتى هي قال لك ولاو يصدروا ما عرفتش كيديروا بها، قال لك ولاو كيصدروها. فاتوا المروك في الانتاج، فاتوا الرجلين ديال الدجاج، الرجلين ديال الدجاج وهي اللي قال لك حقا اول صناعه داروها هما ان دوك الرجلين تاع الدجاج حيدوا لهم الاظفار والعظام. هما راه كلهم عظام تحيتي لهم هذا ما بقى. غير هو سمعت عن القضيه واحد الكروكوديل واحد التمساح قال لك راه مات راه قتلوه بالخبز يابس كياكل الباريزيان يابس. تمساح واحد كان باقي في حديقه الحيوانات قتلوه بالخبز الكارم بالخبز اليابس. التمساح التمساح راه خاصو البروتيين وخاصو لي بروتيد وخاصو اللحومات، ها تعطيه الخبز يابس صاحبي التمساح حشومه كاع. إذن أول دولة كتصدر رجلين الدجاج دابا ناصرين، دابا هاليامات البترول طلع شوية ولاو كي فهمتي، ولكن داكشي ما مطولش فهمتي، داكشي ما غاديش يطول. ويقول لك حنا المغرب يوميا يعتدي على الجزائر ولي فوكونت، دابا أنا دارو بسميتي لي فوكونت بزاف وكيسبوه عباد الله ودايرين تصويرتي وداروا لاباج حتى هي وداروا فوكونت. وواحد خياتي كتقول لهم هذاك راه هبل، انا راني هبلت ما نكذبش عليكم، انا كي دخلت للمروك هبلت تخلعت. كانوا يقولوا لي المروك فيه الطلابه وفيه السيروره وفيه الناس يباتوا برا وفيه هادي، كي دخلت لقيت الناس ما كان لامبورغيني والفيراري والمازيراتي والموتورات جولوين وهارلي دافيدسون والناس مبرعه، واللي ما عندوش ناشط مع راسو بخير وعلى خير يضرب اربعه ديال الهنديات وكاس رايب ويمشي ينعس ولا يضرب حريره. كيسميونا مغاربه تاع الحريره. حنا وقت اللي كنتوما كنتو كطيبوا عندكم نتوما في المواعن ديالكم في لافيسيل ديالكم عندكم غير جبانيات اكس اكس ال، عندكم طبسي كبير غارق منو توضى فيه منو تدوش به منو تاكل فيه بانيو عندكم، بحيث ما دوش من الماء ما كاينش، دوش مقطوع الماء ديما مقطوع. انا عمري شفت شي بلاد الروبيني كينوض فيه 10 رتيله طوال داغيني في الروبيني، علاش؟ لانه ما كيخرجش منه الماء. وعمرني شفت عصابه كتخون الروبينيات، راه جبتيهم نتوما جبتيهم جابوهم في الجزائر جابوهم الدراري شدوهم خاونين الروبينيات، كيفاش تخون واحد الروبيني كون كان يخدم؟ راه ما يتخونش الماء ما مقطوع كيخون الروبيني بسهوله. اذا الروبيني ولا عندكم غير ديكور اكسسوار، الروبيني ولا اكسسوار والماء هادشي كاع داك الفيضان اللي كاين في ألجي، والله الماء مقطوع. سولت واحد تما كنعرفو قال لي شتي الفيضان كامل والماء راه مقطوع عندنا. يلا ايوا روح تبع بوليزاريو بحقهم احنا منو بحقو نمشي وندخلو اش بحقو ريح الله ريح الله. قال لك حقا لقينا واحد الخطة جاو حزب الله غادي يحفروا لنا المخافر، يبقاو تابعين الخنادق تخباو في الخنادق. الناس كتبات في لوطيلات وكتبرع مع راسها وكتسارى مع راسها والاغاني والحسانيه والنشاط، ثم بقاو مخبيين في الخنافير وتحدوا في الدرون وقتاش يدوز فوق منكم.
حنا الا حسينا ان عندنا ازمه ماليه غنديروا تيليطون ونعطيو اللي يعطي مليون، اللي يعطي 10 مليون، اللي يعطي 1000 فرنك، بحال اللي درنا للجامع، نجمعوا للدوله ديالنا وتشري 300 مليون درون، وهذاك هذاك الدران يقول لي بحال الجراد في المنطقه، باش بنادم يتشوط تماك. هذه ما كانش نزرعوا الكراهيه، لان انتوما كتهدونا انكم تمشيو للرباط، تدخلوا حتى للرباط وتركبوا، كتحسبوا كتحبوا المغاربه، كتظنوا تشوفوا المغاربه مؤدبين وظريفين وجونتي وفيهم الانسانيه ويحنوا على الضيف، كتحسبهم ضعاف. المغاربه كون كانوا ضعاف ماشي هما اللي عندهم، هما القوات التدخل الامم المتحده، هما اللي كيمشيو اي بلاصه فيها الكونفليكت، كيمشي الجيش الملكي كيمشي هو اللي يفك المشكله. هذاك اللي كيقول لهم باللينين اللي جابوه مبعوث خاص بالصحراء، العالم كله كيشوفكم كتقولوا عندنا مبعوث خاص بالصحراء، وما يقول لكم مائده مستديره، كتقولوا لهم حنا لسنا طرفا في القضيه، وهذاك باللينين اش كيدير؟ انت لست طرف وتقدر تجري من دوله لدوله، ودابا المشكله المغرب داير معكم كاش كاش، كيمشي عمامره المالي يشوف وزير الخارجيه، وزير الخارجيه المالي راه في المغرب، كيمشي عمامره يمشي لطنزانيا يشوف وزير الخارجيه، وزير الخارجيه ديال طنزانيا راه في المغرب، كيمشي عمامره كيشوف وزير الخارجيه ديال السنغال، وزير الخارجيه ديال السنغال راه قبل ما يتحركوا المغرب عارف واش كيدير. تصور المغرب ولا قاريهم اصاحبي، راه ما كينعسوش، راهم مأدبين مع المغرب، محنهم ما كيتجاوب معاهم، ما كيجاوبهم، ما كيهضر معاهم، يضلوا يسبوا ويعايروا، ها المخزن دارنا، ها المخزن يبروفوكينا، هما راه هما كيديروا كل شيء، هما اللي كيضربوا، هما اللي كيعايروا، هما اللي كيسبوا، هما كيديروا كل شيء، وحنا دايرين معاهم خطه ديال فهمتي ديال لي كونتر اتاك، سوا ديال ريال مدريد، سوا ديال ايندوفن واجاكس ايامات السبعينات، ايامات كرويف. عمامره كيمشي شي بلاصه، يمشي يشوف شي وزير خارجيه فين ما كان، كيوصل كيقول له ديزولي وزير الخارجيه راه في المروك، ناري كطردق ليه ديك المره راه. كيمشي لا دياري، كيمشي للطواليت كيدير لا دياري، كيرجع. عاود كيمشي عمامره، كيطلع. لاثيوبيا كيقولوا ليه جيت شي وزير خارجيه. اصاحبي راه حداكم راه في المروك. اي 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 كيمشي كوت ديفوار يمشي يشوف وزير الخارجيه كيقول لي راه في المروك، ما فهموا والو. مشاو الامم المتحده كانوا كيتسناو الدول كذا وكذا، ديال السعوديه قال لهم الاراضي مغربيه، شاركوا هما في المسيره الخضراء، قطر هذاك البحلاس الكانيش تاع نزار وتاع تاع ديال توفيق الدراجي دابا كلا عظم 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 ديال بصح النص، قطر قالت لهم الصحراء مغربيه، عمان الصحراء مغربيه، البحرين الصحراء، الخليج كامل اللي هي قوه اقتصاديه عالميه كيقول لهم الصحراء مغربيه. بقاو الرعاوين اللي حدانا، الجيران اللي حدانا، الرعاوين الرخاص اللي كيخافوا من القراقيرو، تونس وموريتانيا. موريتانيا راه دايره معاك دايره معاك ديك القضيه ديال الكاشكاش، ما باغيش تخرج من رونتا، خايفه لانها مهده. وتونس كتغير من المغرب، كتحسد المغرب، كيقول لك المغاربه داو لنا المستثمرين، المغاربه داو لنا السياح. دي فاتت اسبانيا، اسبانيا كانت كتشكى منا، كتقول لك نافسونا في الفلاحه، نافسونا في الفراز، نافسونا في الدنجان، نافسونا في الزيتون، نافسونا ونافسونا حتى في السياح داو منا. تونس هي بعيده علينا، بيننا وبينها دوله القراقيرو، بينا وبينهم طوالات قد الخلا، واحد طوالات قد الخلا، ويقول لك حنا خدينا لهم مستثمرين وخدينا لهم سياح وخدينا لهم فهمتي. الور حنا شوف دابا انا كنهضر معاكم كول، نهضر معاكم ترونكيل، ما نسب ونقول لكم ايه الواقع. ملي تزادت هاد البلاد، ملي مشات فرنسا هاد لا فوسكوش فرونسيز اللي خلاتها لينا، تمحنوا المغاربه اللي كانوا تماك تحت الرعايه الفرنسيه، وجات الدوله ديال القراقير ومحنتهم وعيشتهم العنصريه والحقد والكراهيه حتى طردتهم في 75 وخذات لهم رزقهم، خذات لهم الرزق ديالهم وفلوسهم وزفتهم عريانين. ومن بعد اراش نديروا؟ نضعفوا المروك،
نجوعوا الشعب نديروا له الحرب نديروا له كذا يخسر فلوسه بالسلاح وينوض الشعب يدير انتفاضه ويطور على الملك ويطور على السلطه ويطور على كذا ونزوبعوا هذيك المملكه ونمشيو حنا نديو ديك الرباط ونجيو نتبرعوا لان كانت الغيره والحزن لان بن بله لله يرحم فيه شي عظم وبو خروبه لله يرحم فيه شي جلده وبو تفليقه كانوا شافوا الملك كيفاش عايش وكانوا كيغيروا من العيشه الملكيه استقبلهم لدارهم وبغى يديروا لنا جلع الشنا ونشنا كانوا يغيروا من الطريقه ديال الملك كيفاش عايش دونك كيدخلوا البلاد واش بداو كيديروا راه نحطوا المغرب نريبوا ديك المملكه علاش خصهم يريبوا المملكه لان جايين من المغرب وشافوا المغرب غادي في الطريق الصواب قالوا نريبوه باش بان دور القراقير مزيانه وديك حجره في الصباط داك الشيء راه تام بعد هذيك حتى 75 هما بداو كيريبوا في المغرب من دعايه باديه عندهم من الصغر باديين من الصغر ملي كنا صغار كنسمعوا المروكي جيش المروكي شاي خدموا ايطاكي وجيش الملكي كيشدوا فينا الجزائر كيشدوا فينا ومخرجين اغاني على الجيش الملكي والشعب المروكي وفيها كلام خاسر ما نقدرش نغني لكم كنت كنسمعوا باقي عندي 5 سنين عشان تفكر في ديك البلاد شعب يحب اهانه المغاربه ويجي واحد انا يبغي ما يدير معايا الدبلوماسيه والاسلوب الصحافي يقول لي يا اخي يقول ذاك الصحفي الجزائري جايبينه في مائده كيدافع على بوليزارو كيتناقش معاه كيقول لي يا اخي يا شقيقي نحن مع الجزائر الاشقاء اودي الله يشق لك الراس واش تراك ما عارف واش كون قال لك هضر عليا انا انت واش تعرف شنو كاين اسكو تي سي تي سيغ كو سو سون تي فخير اسكو تي سيغ باللي منين جايينك المشاكل وريني انا هاد الصحافي هاد المحللين المغربيين نتحداهم كاملين اللي كيمشيو تلاقاهم في المنابر الاعلاميه وكيتجاوبوا معاهم لان كيبغيو حتى هما يعيطوا ليهم يكون عندهم لي في ويشوفوهم وكذا ويدبروا فهمتي كاين فلوس وريولي جمعيه واحده عبر العالم جمعيه ديال دوله القراقير ترفض ما تقوم به العصابه ضد المغرب او تقول اننا ولا غير تقول على ان الصحراء لا شأن لا فيها ما تقولش مغربيه تقول احنا لا تقول الجزائر جبدي راسك ما هاد الصحراء ما كايناش الشعب هو باغي ديك الصحراء الشعب ديال القراقير هو باغي ديك الصحراء ونعطيك لي روبير الا بغيتي تفهم لي روبير حنا كنهضروا ما عندناش تيتر ديال اكسبير وديال المحلل لان محلل راه كيعطيوها لك حنا راه حنا اكثر من المحللين حنا داك المحلل حنا نعطيو ليه لي مويان باش يدير التحليل لان حنا عشنا تماك حنا ماشي نديرو دي سيبوزيسيون نديرو دي تيوري ونديرو دي تيز حنا اون دون لي فيغيتي الشعب الجزائري كان طامع في الصحراء لان قراوها لي في الجغرافيا وقراو لي ان الحدود الجزائريه مزموطه ما عندوش مخرج الا من الامام الا من الشمال بينما المغرب عنده جنوب في السواحل وعنده في الشمال السواحل وفي الشمال الشرقي السواحل وفي الجنوب الشرقي عنده السواحل وبغاو يديو للمغرب الصحراء علاش علاش باغي يديو بغاتها لارجيري سي لارجيري كي فلو ساغا باش تدي تا المغرب تريب تا المغرب والمغرب تقسمه وتعطيه لدويلات اخرى كاينه كما كتفقين قدافي بغاو ديك البلاد لانهم هما ولفوا البنه ديال الحفر ونلقى البترول ديك البنه ديال الحفر ونلقى البترول وغاز ولفوها وكيتوقعوا انهم يلقاوها في الصحراء وبغاو ياخذوا المحيط الاطلسي باش ياكلوا بوحدهم من جم غار جبيلات والشعب ديالهم كله ويد نو اكسبشن سونز اكسبسيون كان كيتسنى هاد الساعه ديال المغرب يطيح الارض لانهم كانوا يحسوا ان المغرب عام عامين يطحنوه ويديروا فينا ما بغاو ولكن كان معاهم الجيني ديال حسن الله يرحمه والرجال ديال المغاربه والجيش الملكي والقوات المسلحه الملكيه وزارة الداخليه والمؤسسات كامله ديال المغرب والصبر ديال الشعب المغربي على الافات الاجتماعيه اللي كنا عايشينها بسبب دوله القراقير وتمكنا اننا نريزيستيو 46 سنه رغم الهجومات المتتاليه بتضامن مع دول الشر
اللي هما سوريا، ليبيا، فنزويلا، كوبا، جنوب افريقيا، دول المعسكر الشرقي، كلهم كانوا ضد المغرب وحاربوا المغرب ودخلوا وسط الصحراء وحاربوا المغرب وتشدوا منهم في معركة بير أنزاران. والجزائريين، الشعب الجزائري اللي كنقولوا الشعب الجزائري الشقيق، كان ينتظر أنه يفرح بيوم استرجاع الصحراء للشعب. جزا صحراوي، جزا صحراوي، صدير جزائري صحراوي. انما كان الشعب صحراوي، الا بغينا نقولوا شعب صحراوي او دوله صحراويه، كما كنقول لكم ديما، الصحراء كتبدا من المغرب وكتكمل في البحر الاحمر، هذه الدوله الصحراويه، غادي افريقيا كامله حتى الخليج العربي والروينه. دونك هاد لي بوخروبيست هادو، لان الشعب الجزائري ما تنساوش انه يقدس بوخروبه، وبوخروبه يكره المغرب ويكره الحسن الثاني ويكره المملكه، وكان يريد تحطيم المغرب، والجزائريين يندمون عليه اليوم وكيزوروه قبه. المثقفين، الاساتذه، الجامعيين، والتعليم، والاطباء، والمؤرخين، وليزارتيست، والرياضيين، كلهم يعبدوا بوخروبه. تهضر مع طبيب عندهم الفكره البوخروبيه وشنو هي؟ هي المملكه ما تبقاش حداهم. الى احترمك يقول لك دوماج وزاد، دوماج انتم ناس ملاح، دوماج انتم مملكه، بحال احنا عرت الناس وهما ما جمهوريه ما مملكه. هما عباره عند عصابه شدوا واحد الارض وشدوا واحد الشعب مكلخاه مزيان، غسل ليه الدماغ بالمروك مروك مروك، عطاتو التسبيح ديال المروك وخلاتو ليه بالمروك، وما يخديو الغرض. ونتحداهم يوريو ليا شي ولد ولا بنت، شي جينيرال ولا شد شي اللي هما جايين، هما دي كابورو، هما كابرانات، او الرئيس كاين عايش تماك في دوله القراقير، وكاع عايشين برا، كاع عايشين برا. وهاد المحللين هادو ديالنا يقول للشعب الجزائري الشقيق راهم ماشي غالطين، هذاك الشعب الجزائري باغي لك الخلا يضربوك، باغيك تتسلخ، وكيشجع بوليزاريو، كيشجع اي دوله تهاجمك وديما ضدك. انت اللي كتنوض تلبس التوني ديال المحرز والتوني ديال البوكرا والتوني ديال الزياني، وتهز الدرابو ديال لاجيري وتهبط العين ديالك تقول لاجيري ربحت لا كوب دافريك، وعاود ديرها المره اخرى، ديرها المره اخرى وهبط العين ديالك وغادي نشوفوها. قول لي حريه التعبير، وري لي انا واحد فيهم كيلبس الدوني ماروكان، يلبس حكيمي ولا يلبس بن عطيه ولا يلبس زياش ولا يخرج يدور بهم ولا يهز درابو ماروكان. تحلم ولا مالك؟ انا ما كنديرش الفتنه، انا هادشي كيجرح ولكن راه واقع. لا شناه هذا؟ راه واقع، حنا كنضحكوا كنضحكوا ولكن الضحك فيه الحقيقه. كاين واحد ولا زوج اللي هما ناتر وداكشي، ماشي بحيت قارين ولا ربما عندهم النظره ديالهم مصلحتهم، كيلقاو ان من الاحسن المغرب يبقى مملكه، لان كيحافظهم على الممتلكات ديالهم اللي منهم الاف هنا كاينين في المغرب، كلهم لاباس عليهم. هي با دالجيريان بوفغ ماروك، باغ كونتخ هي اون الجيري دي ماروكان بوفغ اللي محقورين وما يخليهمش يديروا لاباس. Un Algérien peut devenir milliardaire, multimilliardaire au Maroc, tandis qu'un Marocain en Algérie ne pourrait jamais devenir millionnaire. لان انت راك في ارضك و تي با الوغ جيستيفي، لان انت في الاورغانيغرام وفي لايارشي انت سوبيريور عليهم او نيفو دو لايارشي، تي سوبيريور. علاش؟ لان انت راك في ارضك وعندك القضيه ديالك سيتو كونسيرن وبلادك منذ قرون، اما هو ما ليه والو في داك الشيء، علاش تفاوض معاه تناقش معاه؟ انت كل وقت تفاوض معاه غتقلع العالم على ان الصحراء مغربيه، سا نو سيغا غيان، سا نو سيغا غيان. دير علاقتك زوينه مع اسرائيل، وتعلم تصاوب السلاح، وتعلم تصاوب النووي اللي يداوي، فهمتي؟ تعلم تصاوب السلاح الفتاك، ماشي باش تهاجم، لان المغرب عمرو هاجم، باش تدافع على راسك. اما تمشي تلاقى معاه، بما ان مؤتمر وفي يوم سنه 1973 تلاقى وفي تقرض عليا في التاريخ، راه خاينه من التاريخ. اليوم نهضر معاك بنادم
أعطيه للفم. الصحراء مغربيين على جد باباك. الله ينعل الطاسيلة والمعدن والرابطة ديالك تجي تقول لي أنا يا مروكي أنا نبوس اليدين، هذاك الملك ديالي هذيك، وهذوك الأقاليم مغربية أعطيني المول الفم، باش نتناقش معاه أنا؟ سير ينعل الرابطة والمعدن ديالك، أنا نبقى نتناقش معاك أنا نقول لك. ولكن ما حد يدير الأسلوب والمقدمات والمجاز وداك الشيء، سا غيان. ماروكان 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 ماروكان، جي با بوزوان دو ديبا مع ان ريبريزونطون ديال بوليزاريو اللي هو في لا دي ار اس في عبله في المخابرات، هو اوفيسيي في لارمي، ولا ان ريبريزونطون الجيريان كي فيان ريبريزونتي يدافع على لا تيز ديال بوليزار. تصور الجيريان كيقول لك القضيه ماشي ديالي، هما اللي معمرين لي ميديا ديال العالم كيدافعوا على القضيه الصحراويه، هما اللي دايرين الدعايه، هما اللي كيخدموا لي ميديا ديال لو موند فينونسيين فينونسيين جميع المنابر الاعلاميه باش يجيو من الطرف ديال بوليزاريو. نمشي انا طعمه عندهم يتحاموا فيا مول الاذاعه وديال البوليزاريو ويقطعوا لي الهضره ديالي، نشير على واحد اللي نمو نشير عليه بكاس الفم، دير واحد شي قرعه ولا دير واحد نشير عليه ونحرم ديك البركه خليهاش. راه ماشي ديال اللقاء، ماشي ديال الحوار، راه حنا راهم 60 عام هما متالبينك، يلا باغي تحاور معاهم، راهم غداره، راه ماشي خوه، خوانه خوانه، راهم غداره. غدروا محمد الخامس كيقول لك حنا غدرناهم، كاع اللي داروا فينا ردوه علينا، غدروا محمد الخامس، غدروا مولاي عبد الرحمن اللي عاون الامير عبد القادر، الامير عبد القادر سمح في الحرب مشى استسلم، استسلم لفرنسا وعلق ليه بيجو، علق ليه الكالون وداه يعيش في فرنسا في القصر وعاشوا تماك حتى قتلهم البرد وفضلوا مشاو ورجعوا مشاو لسوريا ولا لبنان ولا في ضرب به اللي ردونا حنا، حنا غدرناهم، حنا ما غدرنا حتى واحد وما نغدروش. و 63 هما اللي هجموا علينا، ضربني بكاس بقني وشوف يقول حقرونا بن بلا المغربي مولاد ناصر حتى هو ويجي يقول لك واحد راه المروكي مراكا خداعين، اكبر خداعين هما القراقيه وبالدليل ماشي بتخرج العيني، بالدليل ميامة امير عبد القادر يقول المغاربه حقروا يغورطه، لا واه حواء حتى هي مروكيه وطردت ادم اللي هو الجيريان، خرجت عليه مشى بالجنه، وخلط الشيطان راه حتى هو ضرع الملائكه راه مغربي، حتى شاد التخربيق هذا مشيتوا ليغورطه، بقى لكم غير تمشيوا ياما اركيل وياما اليس وياما تمشيوا ل ها دو كوا اون بارلي. راه شوف حنا عندنا لا ليجيتيميتي وعندنا الحق والشرعيه باش نكعاو باش نسبو، ما كنسبوش ما كنعيروش، لان حنا متاصلين عندنا اصل، حنا 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 المغاربه، المغاربه حنا اللي كنا في الاندلس، حنا اللي فتحنا الاندلس. طارق بن زياد مغربي، انا كنت كنقرا طارق بن زياد مغربي في 85 84 رديتو الجيريا وقلت السيف ديالو عندك ماشي من السيف. طارق بن زياد كان عنده سيف، طارق بن زياد كان عنده كان عنده بيستولي سينونسيو، سولوا طبون يقولها لكم، كان عنده ان بيستولي سيلونسيو. تين وصلتوا انتوما واشنطن عطى الامير عبد القادر بيستولي، حتى حنا نقول لكم طارق بن زياد كان عنده بيستولي سيلونسيو، وكان كان معاه توم كروز ميسيون امبوسيبل، البحر وراءكم العدو امامكم فما عليكم. طارق بن زياد مغربي، بربري مغربي، والاندلس فتحوها المغاربه وبنوها المغاربه. والدليل قلت لكم ملي مليار الف مره وكنقولها لكم، الدليل على انهم الذين بنوا الاندلس هم المغاربه، على ان ذاك المعمار ذاك الارشيتكتور الاثار اللي باقيه تماك ما كاين حتى في شي بلاد، كاينه غير في المغرب. وانهم دوله ولينسكو وليزيسبانيول من كيحتاجوا ترميم هذوك الاثار كيمشيو مغاربه هما اللي كيرموا هذوك الاثار اللي كاينين في الاندلس اللي كاينين في اشبيليا وغرناطه غرناطه اي تو سا سيتي سي لي ماروكان اللي كيمشيو. والدليل كاع المسجد بوتفليقه المغاربه اللي بناوه وسخرفوه، جميع المساجد الجزائريه وجميع القصور وجميع المراديه وكل شيء، سي لي زارتيزون ماروكان كيون سكولتي لي بيغ كيون فيه، حتى المحراب، المحراب اللي دار ديال المسجد الاعظم والسيد نعرف واتصل بيا يسالكم 5,700,000 فرنك مغربيه فرونسيز 5700 اورو ما خلصتوش،
قلت له حيد صناعه مغربيه والسميه ديالو درتو، قلت له دير صناعه جزائريه وهي صناعه مغربيه. المحراب مغربي اللي صوبوا، والمغاربه معروفين في التاريخ هما اللي كيصوبوا المحراب حتى ديال السعوديه. السعوديه كيعترفوا كيقول لك المغاربه صوبوا لنا المحراب وصوبوا لنا النقش وصوبوا لنا الامارات دبي، هذو كيعترفوا بالحرفيين المغاربه. لا فرانس فيرساي توسا كيعترفوا المغاربه، الا دوله القراقيرو كتقول لك حنا 100% اخرينهم. هما الشينوه اللي بناوه باش درقوا ذوك ال 250 الف اللي دفنهم نزار ومدين توفيق، ويقول لك حنا اللي درناهم. الاندلس ماروكا وهاجروا، هاجروا لان هربوا من الموت، لان ديك الساعه سوا يدخلوا سوا يموتوا سوا يبدلوا الديانه ديالهم، وطاحوا في تطوان طاحوا في طنجه وطاحوا في شي حاجه، ومنهم شي واحدين مشاو لمدينه تلمسان. شو قال لك حقا هما جزائريين وكانوا في مشاو للجزائر بعد دخلوا للمروك، يضربوا 100 كيلومتر باش يمشيو لبجايه اي بلوس، ومن بجايه عاد يرجعوا. بحال هذيك الساعه كانوا لي زودياك وكانوا لي موتور لي باطو ا موتور، ما كان والو، ما كانوا غير الارام ولا باطو افوار. الا كان افوار تا افوار جو نو بونس با كان كاين. المغاربه بقاو في اسبانيا. وعلاش دابا نعطيكم الدليل الاخر علاش اسبانيا حاقده على المغرب وما حاقداش على الخيرينو؟ باسكو اسبانيا تعلموا العلم ان المغاربه هما اللي كانوا محتلين اسبانيا وما تيقوش فيها. مؤخرا وزير الدفاع ديالهم قال من المروك ولا كيخلع ولا مسلح اكثر من اسبانيا. شي نهار يدي لنا سبته ام ليليا، سبته ام ليليا مغربيه، ولكن حنا ما سبته ام ليليا فيها مغاربه عايشين. هذه بوحدها ترجع بلا صداع بلا والو، بحال الاقاليم الجنوبيه، بحال الساقيه الحمراء والدار، بوحدهم غادي يرجعوا ان شاء الله. اذا خليكم شوف، بقاو معايا ديما فيديوهات، واللي عنده شي فكره يديرها. انا راه ما كنحتكرش الافكار، ولكن هذا التاريخ. تجربه حنا مغاربه، حنا كندافعوا على القضيه ديالنا، ما كندافعوش على القضيه ديال واحد اخرين. حنا عايشين لشعبنا والشعب ديالنا يعيش لينا، وحنا محظوظين للملكيه، محظوظين اللي عندنا الملكيه. نو سون تري تري كونتون داتر دي روياليست و دافواغ ان رويوم، ونحمد الله ونشكروه اللي ما عندناش جمهوريه قراريه ديكتاتوريه حقوده قتاله مجرمه، الحمد لله عليها. وانا راه نبقى ندير ديما لي فيديو مسالي قبي، عرفتو مسالي قبي هو الشعار ديالي. نحبكم ديروا لي فو كونت وتعيروا المغاربه وتسبوا المغاربه القراقيرو، انا معكم وما ندركو شي ما والو، ماشي انونيم. واللي عنده الكوراج يحاول يسعي داك لي فو كونت باش تعيروا وديروا لي فو كونت ديال ولادي وديال بناتي، ودخلوا لاباج ديالي بروفيسيونيل وديروا واحد اخرى، ودخلوا تصور شي تصور ديال الوقاحه. لا نعرفك راجل تدير فيديو بحالي وحكي التاريخ بلي زارغيمون، ماشي تصويره خايبه فيها العيب وفيها لي فيلغاريتي لي زوبسانيتي، فيها داكشي ديال الكلام العار. زعما هذيك ما عندكمش اسلوب، ما عندكمش، فو بوفي با فو ديفوند، فو بوفي با فو زارغيمونتي، فو بوفي با جيستيفيي فو زوسييتي اليغار دو سو بي. علاش؟ par jalousie, par haine et par rancune. Et non, on ne va pas s'arrêter. Non, on est en train de progresser, d'évoluer. Et le Maroc, c'est aujourd'hui, le Maroc, il tient la tête de l'Afrique dans tous les domaines. Vous avez dit, je vais vous dire, حلموا بقاو تحلموا تشيو للرباط وتدخلوا تجيو تستعمرونا، ووعدوكم انكم تدخلوا الاقاليم الجنوبيه وتجريوا على الناس ديال اللي كاينين تماك، وتاخذوا لهم المنازل ديالهم والذهب ديالهم والسيارات ديالهم وداك الشيء اللي بناو، بحال اللي درتوا للمغاربه اللي كانوا بالجزائر، طردتوهم دخلتوا لهم المنازل ديالهم وديتوا لهم الذهب ديالهم والفلوس ديالهم ولي كونت بونكار ديالهم والفيرمات ديالهم والسيارات ديالهم، جميع الممتلكات ديالهم ديتوا لهم، لانكم سراقه والشعب ديالكم سراق ورضا يسرق الشعب مظلوم، وخرجتوا لي بيان موبيلي دوك المنقولات ودرتوا لهم المزاد العناني في الاحياء. وانا حضرت لهم وحضرت الجزائريين دخلوا الديور ديال المغاربه وخونوا الذهب وخونوا الفلوس وخونوا الحولي، خونوه كلاو لان خلاو الحولي معلق. هذا الشيء اللي كتوعدوا به البوليزاريو تقول لهم راكم غادخلوا، وحتى دوك الافارقه اللي جبتوهم وعدتهم ما درتوا معاهم والو. مرحبا، لاباس بخير، لاباس. فالزايد
لا هو راه ديجا معاه. لا يا صافي راه بغى يبوس عندك باش يعدل غير على الفيما وراه غادي نصيفطو له المكتب ان شاء الله. داكو ان شاء الله. مرحبا دير واحد الله يفداك. يلا يلا تبارك الله عليكم. سا سي بيان باسي. صافا صافا الحمد لله. فوالا جو فو سالي. الموضوع طويل وعندي راه كيتسناوني. مسالي قبي ولكن يا دي شوز افيغ ابار باسيون. السلام عليكم. ديما مغرب ديما مغرب. شوف حنا نقولوا المغرب 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 المغرب. عاش الملك عاش الملك. هذا هو التسبيح ديالنا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش المغرب المغرب المغرب. حنا ما نقولوش مروك 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 مروك. الدول الواحد الدول الواحد. واقف الله باقي. صلاة. يلا السلام عليكم السلام عليكم. قولوا شوف المغرب 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 المملكة المغربية المملكة المغربية. عاش المغرب. نوسف غوياليست. ديما مغرب ديما مغرب. تبارك الله عليكم. هذا مومن ديال دوزام. مومن ديال دوزام. تفرجوا البرنامج ديالو راه زوين. دو سير دوزام. سميتو البرنامج مومن كلمة القانون. كلمة القانون. هذا دوزام. عندنا هنا الناس ديال دوزام ديال راديو مارس ديال اتلانتيك ديال الاذاعه الوطنيه جميع المنابر الصحفيه. كانوا ما كندخلوش في هذا الشيء. نحن ندافعوا على بلادنا. ما باغي لا فلوس لا المغرب 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 المغرب. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. عاش الملك. اوي صابو كام. تبارك الله عليكم. انا ما سخيتش بكم ولكن راه شويه. تبارك الله عليكم. نخليكم شويه ترتاحوا. راه شوف الفيديو باقي الفيديوهات بيني بينكم. باقي الفيديوهات فيديوهات فيديوهات. المغرب المغرب المغرب. مملكه 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 مملكه. ملكيه 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 ملك الملك الملك. بحق وما هنا من اديتو والو نش والو. القياطن والعجاج المراحيض ما كاينه. الماء ما كاين. العدس ما كاين. اللوبيا ما كاينه. الخبز ما كاين. الزيت ما كاين. الصالير ما كاين. ما كاين والو. اش كاين وباغي تديو المغرب. باش تديو المغرب بالعدس. او ريفوار. او نقدم لكم بن زكري حارس الحارس التاريخي ديال المغرب. ها بن زكري درس بن زكري كيحييكم. انا كنقول لهم المغرب المغرب المغرب. عاش الملك. ديما مغرب ديما مغرب. عاش سيدنا عاش سيدنا. الحمد لله عندنا كل شيء. اش خاصنا ما خاصنا حتى حاجه. ياك غيفوتونا عباد الله. يفوتونا القراقيرو. يفوتنا عباد الله حراس. هادوك هما. قواسة. صافي ساليتو لا سيونس. باقي زون كيما. اشتو صاحبي المغرب شحال زوين. ها بن زكري تبارك الله لا جوناس باقي زوين. بوكوس لا تاي. ها كناكلو مزيان كنعسو مزيان مرتاحين عايشين ساكنين مزيان الحمد لله. المغرب الله يخليه لينا وسيدي الله يخليه لينا. عاشت الملكيه. الله يخلينا كورتنا ان شاء الله. الو تبارك الله عليكم. او ريفوار لي زامي. الله